بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الملك استوائي توقتان كسو دوادة برنامج غارة وكسابسن أرمها رمضان كغارهان طبان كدنبه إيو وليبا زكاة الفطرقة. داودي البرنامج كان وحان وغو تلقل نيدتك سومالي دا ملك استوائي توقان إني كفا إديستان قابك الله بحيو زكاة الفطرقة فإذوين كأولي هاي يعد أي كوة جبتو إنو بإني بحسو إنتبا يعد لنسين كرو أرنتا أيانو جعلنا أي برنامج كإني نكوفا فاهنو إنو قيبا هوري أدي الله أود اللي كرر لنقضكو وريسان دورنا شيخ محمد بخاري وكمدا علماء دا تي بي كالسان برامشة دا دي كاكسو قد بسا وحاسو كالي برنامج كإنتا نكو قد جرنو عنو شيخ وحكوي دين دورنا طبان كدنباء بيشة بركيسان اي رمضان فايدو ينكا اي لاي لهاي ايو طبان كهوري ايو طبان كدحي ايو ميت كدنباء فرقي قاو دحي اي وحيابها يكو كلا دوينيهين ارماها ايانو جعلنا هاي شيقة اينا نسي قود اهان ارماها سوغا وريسانو قايباها دنباء برنامج كان وحان فرصت سين دونا داوضياشي نمالكستو اي جوغان سي اي مركا اوغا قايب قاتان برنامج كان او مركا اي سؤال كسو ويدين كران شيقة كساب زكاة الفطرقة سيد الله بحنا يو فائدوينك يو عدة لسينة يو وحلا بحنا يو انتبا آدي آد بادو ما سنتهين ملكستو آد جوكتان وان فلايا إناد سيوين برامش كان وغا فائدي سندونتان شيخ محمد بخاري كسو دو كالسان تي بي مركا لباد وحان شعالا هاي انتينان زكاة الفطرقة بل آدين وسيقوني وغا حلين مركا هوري طبان كردن با مادام هادا لغوچرو فضي قودة بيشة بركيسان رمضان فضي قائل ليلة هاي طبانك الدنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد انت كدب عبد القادر ودوهي وأنا إذن مهنت علينا يا لمان شقالها إيا مامولك كالسان تيفي قارهان أديق إيو بو عمو حولهان هدا مالك تشقالها ودوه إذن سيقاران كوسي مهنت علينا يا انت كدب رمضان كا إلهي هرتان نغا أقبالو سيدي وغوفيانا دادكي وغوطان الله نغا ديغو بيشا رمضان كل جيد واي براكي سنتهي وانا دمبداف وانا بدانا داقيهان إن بدانا علومادا كمغالنا هذا الكودا طبان كان دمبون حدو كسي جيرنو فدا إل آد وفارة بدان أيي لادا هاي آن غار أحان دادال قوني أيا الله إس عمري سيدي هبين كي خيرك بدنا يلو غيرو حديث صحيحة أو عائشة أي ورين إيسا الله كرالنو دو وحي لها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيى الليل وجد وشد المئزر. نبي عليه الصلاة والسلام وحو أها مركي طبان كالدنبوه رمضان كالسوء قاره إنو هبين كان نوليه هبين كعباده كن نوليني سوجد إيوح كلا وان معنى لهين كمان نولينين أهل كي سواكعين أي سي أي خير كاس أقفى إذيستان وقاقب غاطان عبادة داس دادال فرب بضنو النبي سمعيني عليه الصلاة والسلام لحدنا ولوقسناي معناها حاس اي هولهود وكفغان اي عباده اي اوغو ايي روايه كلا waxay ku leedahay عائشه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. نبيغو عليه الصلاه والسلام wuxuu aha 10 ka dambe inuu ijtihaado aad u dadaal cibaadada si badiyo asoo markasta cibaado badna wax ka badan intii uu markii hore ku dadaali jiray marka 10 ka dambe aad ay u fadhil badan yahay waana muhiim inaan ka faa'iideysano markasta noo soo mareeso. waa tahay arinta ugu muhiimsan oo inta badan faa'iidada ugu weyn 10 ka dambe ku jirta la leeyahay waa laylatul qadr. haa laylatul qadriga dadba waxay leeyihiin 27 ka dadka qaar xadiista qaar waxa laga soo wariyay leeyahay tirada isdheer ama witriga laylatul qadriga nooga waran faa'iidooyinka uu leeyahay iyo habeenada la filayo in laga helo. aan sida guud sida raajixa laylatul qadri culimada islaamku waxay isku raacsan yihiin inay 10 ka dambe ku jirto. aan haddana waxaa axaadiistu sii tusinaysaa inay tirsiga isdheer ay ku jirto oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay taxarraw laylatul qadri fi lwitr oo kama qala sala allah alayh wasalaam laylatul qadriga ku dadaala habeenada isdheer oo tirsiga dheerka ah 22, 23, 25, 27. laakiin haddana 10 ka dambe axaadiis si ishaareysa ayaa jirto asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samay jiray maadaama laylatul qadriga calaamad lagu garto ay leedahay markii ay soo toosaan oo weydii jiray oo dhihi jiray yaa laylatul qadrigii arkay
marka dhowr asxaabi ayaa ka sheekeyday nin kasta ay toddobada dambe ayuu sheego sanada kala duwan markaas uu nabigu yiri alayhi salaatu wa salaam araru iyakum qad tawaata'at fil ashr al fi sab' al awaakhir waxaan arkay ru'yooyinkiina alaylatul qadriga aragteen inay isku raaceen toddobada dambe faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab' al awaakhir qofkii ku dadaalaya ha ku dadaalo toddobada dambe marka waa ishaaro ay ishaareyso toddobada dambe haddana gaar ahaan waxaa la sii ishaaraa 72-ka oo masalan culimada qayb ku dhaartaaba jiraba oo yiri 72-ka waaba biyo kama dhibcaan hadda waxaan kaloo aragnaa madhabka xanafiyadoo kale 72-ka ayagu ayba aaminsan yihiinba marka waa adigu waa wax lagu sii calaamad lagu sii tuhmi karo laakiin 10-ka dambeba in la wada ijtihaado ayaa fiican si oo aan waxba ku dhaafin marka laylatul qadriga habeenkaas maxaa dhacaayo goormuu soo bilaabanaa ama galabkii hore ayaa hawshu bilaabanaysaa laylatul qadriga ilaa waa ka baryo mee soconaysaa maxaa dhacaaya sawir naga sii sidee wax yihiin laylatul qadriga horta waa saacad yar waqti yar oo qofka muuminkaa soo maraya asagoo ilaahay caabudaya oo cibaadada ilaahay ku jiro dambi dhaaf dalbaya ama khayr nuucyada kala duwan qofba dhinacu rabaha ka galo saacaddaas yar marka meesha ay ku jirta lama oga waa qarsoon tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkaas si gooniya waa loo tusiyey laakiin isagoo doonaya asxaabta inuu u sheego ayaa laba asxaabi doodeen markaasaa uu nabigu halmaamay calayhi salaatu wasalaam waana sida fiican oo in halkaas habeen bisa dadka cibaadaysalaan haddana haddii saacaddii lasii sheego saacaddaas kii aan weligay ilaahay caabudinay kii kaleba waa ay soo toosi lahayn marka maadaaba aan la garanayn daqiiqadda ay tahay saacadda ay tahay habeenkii oo dhan ay ku jirtaa marka qofka muuminka waa inuu habeenkaasoo dhan uu dadaalo oo maaragtay intii uu ka gaaro cibaada ah iyo istikfaar iyo khayra inuu la yimaado habeenkaas calaamaadka lagu garto nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix muslima wuxuu sheegay qoraxdu inay subaxdaas iyadoon shoocaac lahayn soo baxayso wuxuu kaloo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkaas jawigu inuusan kulayl iyo qabow midna uusan ahayn oo dhexdhexayso habeenkaas waa nabadgelyo oo qur-aanka ilaahay siduu ku sheegay salaamun hiya xataa matlaci alfajr culamada qaybqaybba fasiray ku fasireen nabadgelyo weeye cudurna ma yimaado shaydaanna ma soo baxo iyo nabadgelyo oo malaa'igaa soo degayso qof kastoo muumina iyo gabar kastoo muuminada salaamaysa marka aduu calaamaadkeedu sida guud waa waxaa laga yaabaa qofka in ilaahay wax uu tusiyo uu ku garo karo laakiin wax gooniyaho markaas mucayanaho qofka laleeya waxaasaad arkaysaa ma jiran laakiin qof basiya loo tusi karaa calaahi kulli xal habeenkao dhan ay ku dhex qarsoontaa waa mahadsan tahay markan waxaan u gudbaynaa qaybtii kale ee barnaamijka oo muhiimadeenu ay ahayd sakaatulfitriga waxaad noo sharaxdaa horta sakaatulfitri muxuu yahay yaa laga rabaa maxay tahay shuruudaha looga baahan yahay qofka inuu bixiyo laga rabo intaa noo sharax sakaatulfitrigu zakadu sideeda waa dahaaro dahaaradaas waxa weeye xoolaha marka ay ku jirtay waa tii ilaahay uu lahaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum ka qaad sadaqo aada ku dahiray sida dunuubtii looga mayrayo dhanka kale badankii dadka iyo jirkoodii ayaa iyaguna dahaaradii u baahan dahaaradaas nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiduu ku sheegay oo zakaatulfitr duhratun lisaa'im wa imsaakun lilmiskiin oo kama qala sallallahu alayhi wasalaam zakaatulfitrigu waa dahaaro ayay u tahay qofkii soomanaa qofkii faqiirkaana quud ayay u tahay marka waxa weeye zakaatulfitrigu waxay yidhaahdaan waa sujuudu sahwiga salaada markuu khalal kaa galo lagu kabo kale saas kale soonkaaga nusqaantii kaa gaartay ku kabaysa marka sidaas ay tahay zakaatulfitriga macnaheeda guud kabacdi zakaatulfitriga cidda laga rabo rasuulkeena cadi calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muslimaha laga rabaa qofkaas xor ha ahaado addoon ha ahaado nin ha ahaado naag ha ahaado saqiir ha ahaado kabiir ha ahaado qof kastoo muslina waa laga bixinayaa laakiin qofka bixinayaahe waxa weeye qof awooda maalinka ciidda ah iyo habeenka ka dambeeyo maalinkaas aan la shaqaynayn cuntadii uu cuni lahaa iyo gurigiisii iyo haddii dayn lagu leeyay culimada qayb siday yidhaahdeen wax ka dheeraada qarash ka dheeraada qofkii haysta isaga naftiisa iyo dadka biilkooda ku waajib yihiin qofkii haysta ayaa bixinaya wuxuuna ka bixinayaa naftiisa iyo cid kasta oo ay waajib ku tahay inuu biilo si koobanmarka muxuu bixinayaa qof oo laga rabaa inuu bixiyo qof kasta madax kasta waxaa laga rabaa
سيدا النبي أوشاق عليه الصلاة والسلام ساع راشنة سوس عن صومالي دان راه أمالينا لكن هدي لباقي قياس تعلمات أي كسور دوين مثلا وحيرا هدان لبا كيلو إيو بر راشن كلو ما قاريو دي بريس لبا أو كيلو غرام مركا هذا كيلو غرام لبا كيلو بر كيلو غرام راشن معناها بركة وكيرية لكن بركة قفك إنو قارسيو أيا فيعان راشن أها قفك استا مدح كستا لقا ديبيا مركا إيه قفك واشاكتاي إنو بحيو أي تحي إيه دادك قار مركا قار وحي كوفا كران هديبا أد واحد بحينيسو دي عرورتا دي مسين كرتا حاسكا دي مسين كرتا ولا لها مسين كرتا مركا واحد ما واحد جرا dad gaar ah oo aad siin karto oo aan ku jirin eheladaada maxay sidee loo yaala siin karaa aan waxa la siin karaa zakada qof kasta oo faqeer ah oo sideedii quraanka ilaahay ku sheegay kamida laakiin aan ahayn dadka biilkooda kugu waajibay ilmahaaga haaskaaga labadaada waalid haday fuqra yihiin oo adiga biilkooda kugu waajibay dadkaas biilkooda kugu waajibay ma siin kartid laakiin dadka qaraabadaada oo biilka kugu waajibay walaalaha idooyinka adeeryaalka qaraabadaada waad si kartaa qof kasto muumin oo faqeerana waad si kartaa waliba waxa yiraahdaan culimadu qofka qaraabada ah dhow oo faqeerka ah ka fadli badan qofka kale fog maxay yelee nabigu wuxuu ku sheegay alayhi salaatu wasalaam markii sadaqada uu ka hadlay inay qaraabo qaraabo xiriiris iyo sadaqa ay tahay qofki kalena waxa weey waa qaraabo xiriiris hadii faqeerkii dhawaad weydido qaraabada ah dariska ka haboon qofka kale faqeerka fog waa tahay marka maxaa la bixin karaa lacag qofka waxaad sheegtay laba kiilo iyo bar qiyaastii cunaa qofka inuu bixiyo qofkii qiyaasa lacag ahaan ma uu bixin karaa cunada la bixinayo noocee waaye ma cunto cayimana jirta oo la bixinayo laba kiilo iyo bar oo cunto haddii la qofka buskud ma bixin karaa doorsho ma bixin karaa oo laba kiilo iyo bara waxyaaba cayiman miyaa jira oo qofka inuu bixiyo loogu talagalay cabdulqaadir waxay yiraahdaan horta xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam cunto cayiman uu sheegay nabigu xadiidkiisu wuxuu ku sheegay bur burka macnaha waxa weeye ay yiraahdaan shaciirta qamardida iyo heeda iyo raashinkii xabadihii noola ma ahan yacni daqiiqdii ma ahan daqiiq kuma baxdo waxaa nabigu sheegay qamardidii timirtii sabiibkii cuntooyin noocyadaas uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam cuntadaas marka sida guud magaca ay culimmadu ku xadeen waxay yiraahaan raashinkii haddii la abuurto bixi lahaa raashinkii xabadii saliimka ahayd oo aan ceeb lahayn oo aan suusi waxaas gelin ayaa raashin ahaan lagu bixi karaa ahna cuntada meeshaas qaalibka u ah maalan waddankii oo maalan rooti iyo canjeela iyo waxyaalahaas u badan yihiin qamardigii iyo xabadii nooleedu ka yimid markii hore haddii bariis uu qaalib yahay haddii digir ay u qaalib tahay haddii masaga u qaalib tahay raashinkaasuu noqonaa waxaa soo haray qiimaha horta rasuulka waqtigiisa calayhi salaatu wasalaam raashin waxa ahayn lama bixin nabiguna ma amrin asxaabtii sidoo kale madaahibta afartaa imaamu shaafici iyo imaamuwaxay isku raacsan yihiin raashin kaliya aan la bixina xanafiyada waxay yidhaahdeen raashinkana waa lagu bixi karaa qiimana waa la dhiibi karaa lacag ahaan laakiin adigu raajixu waxa weeye sida oo hadda muuqato markii la eego loo badan yahay in raashinkaas la dhiibayo haddaad qof marka lacag u dhiibtid maxaa yeele adiga inaad bixido waa kuu banaan tahay qof inaad wakiilatad waa kuu banaan tahay haddaad qof wakiilanaysid si raajixa u martid waxaad raashin iga gado u qayba fuqarada saasay yiraahdaan waa tahay waqti uu bilowdo iyo waqti uu ku eg yahay dabcan wuu jiraa ma noo sheegi kartaa horta waqinta waa run waxa weeye sakada waqtiga ay banaan tahay soonka bilowgiisa ilaa maalinka ciidda waa iska sii banaanta laakiin waxay waajib noqotaa habeenka ciidda qoraxdu markay dhacdo ilaa salaada ciidda laga gaaro waxaa fadli badan salaada ciidda horteed in la bixiyo salaada ciidda haddii laga dib dhigo maalinka inta dhexdiisa ciidda ah waa karahiyo waa laga fiican yahay haddii maalinka ciidda la dhaafsiiyo qofka isagoo awooday xaaraan wey dembi ku dhaca inuu soo qaleeyana waa waajib marka waa in sida fiican fadliga badan saasaa fiican haddii ka hor qofka uu sii bixiyo laba maalin saddex maalin ka hor maxaa dhacaya caadi ma waa sax waa fiicanta waxayba yiraahdaan nabigu maadaama uu yiri calayhi salaatu wasalaam fuqarada ka deeqa baryaha maalinkaas in oo waxoodii aada usii hormaridi si ugu tashadaan oo ay wax uga ciidaan iyo waxooda haysta aa fiican
سيرا مركا وسيهر مركا حديث صحيح عنك سؤال رينا بيومين أو يوم وهذا في عنده داود يا الله يا مسوع دونتان إنك وقف هذه السنة إن مانتا الشيخ محمد بخاري وأنو جعلنا هاي بل إن سؤالك صابسن سكات الفطر جا فإذا إنك أقول لي هاي سيد الله بحنا يو وحلا جاربو يعد عصين كرتو سؤالك صابسن أيه تسوى الدين دونتان إنك وتلفوننا ذا الدين فوري دونا بل س شيخ عن 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 سؤالك لويدي شيخ مركا قفك هو يدي سوحاتري هدي وصل يسوق عن تكوهي إن كم بحن كرو لكن هدي هو يدي يسوي وحبه يسنن أبيه وصل وحبه يسنن سجا وبيرو ما سين كرو ميا أن لباي كلات هاي مر والدك بيلك يسأدو واجب كوي هو والدك وفقراء هاي مركز أديك أي واجب كوتا هاي ما سيكرتت هاي لكن هدي أي سواجب كوجو أهينه أي وحيستان وحكو فلنا أي صح أي صاحين وحيل لما دي فقراء ذا كلام مسلمين تا واتسين أي صح وحصوهر كبحين تا قف كست أو أتكبحين أي سيد مركز أن واجب كيسو كسرين إذا نات أقبل هند قف كدوق عن جار نقطة مثلا هدي والد كي أي أي سان وح بدن أي صحيسن أو أدون تين أتعاود لكن زكيد وكو واجبت مثلا بحولا وحيستان مالك أزيا بين كاس دارادا هذا تربتيد إنا كبحي وكبحنا كرتا لكن إذا وين كسيان ويران نجبح وذات قان جاره مكلفين وعقل له إلا فسعينا كسيان وين واته مركا حاس كاجر وين أتكبح سا يعرورت هذا لما أنتوا هدي عنو بيري هاي عاول الألم يلا جربا مس المه دق جوني ولا لو جب حيا كرت أن وحيره هدان أن أرتا سلف كي وحيره ذات كبحي كره حتى علاش كن كشره والدلال كودي لكن وحيره هذا سيد الراجح قف كي رمضان قريب كسوجار مثلا واحد شيء مالك رمضان قدم بيقرحه أنت يصدقن رمضان قريب كسوجار هذين كي عيد أنا قرح دقيق جاري دوره وكبعد هدمت حتى ولا جب هنا أنا هلا بقدر أفضو كحل على رمضان كي عيدي وأنت هسقليه وكل شيء ولا جب هنا واتها التلفون هذا أيام قد بينا هلاو السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقع هذا ماشى شوفتيد وحنا قال لنا ما تسكت الفطر جي يسيد الله بحنا شيء غاية برامج كم مرتقادنا المقع هذا ها محمد بليه ده وحنا شو قال لنا محمد هاي محمد تعشى هاي أنا شيء خبر ويديسد شيخ وحن ويديني ان عرور ولا كيدا يا اغونا ما سينكرا ما سينكرا ميا ها دول كود جوكتا يوما لكن sometimes مربا وصدردرا ها هاي 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 وكما غلا يا شيخ بلدغيس هاي ان وحوي قفكا arrota agonta hadays ahayn dad hanti laho hanti ku filan looga tago fuqara ay yihiin ha wa si kartaa taa si kasta da bil joogta ugu dirtay ha wa si kartaa fuqarada muslimiinta ka mid ah maxay bilkaas waa ihsaan iyo wanaag aad sameeyday ma aha waajib ku dul saaran marka wa si kartaa fuqarada muslimiinta la mid ah marka wa maxamed de wa si kartaa lagu yiri wa xanuun maleeyaa in sheekha uu kaaga jawaabay wa تلفون هذا قيمه كلا يلوجد دونا بلدتك يعنى سؤالك قبى أنت سكات الفطر جا إيو سدى أي هو قيم قادنا يان واضح مركا أنت يبى نوسعتي علوجا وحاتري المها مركي أي لشان ولا جربا هذي مركز علوجا علاش اسو كتير لكن سيدا اي سمين جيرين تدكي سلف كا اصحابدي ما ما سمين كرا مستاس هوغا واسكا مساله ادو ما اهن مساله او لا اسكو راحسين هو الدالك هو دين لكن وحا او واجب كا كدغاي وحا وي رمضان انو وحكا هليلو شوالنا وحكا هليلو قفكا واتا تليفونات ايا نو سو نقرينا هلو السلام عليكم وعليكم السلام يا ولاد أنا أيها كسان قدر من محمد لكن وحدوني يلا عدت هاي ولا التي بي اسكا قابي تلفو كنا قلصوا هاي هاي وحويا
لعق بان كوب بحينا يا أفر قف بانا نحايا محانا قب بحي كرايا لعق مالقو بحين كرامي يا مس لعق عقب بحي سابة حسنا أنا قلتوا راشينا مبيقي كرايا راشي صابت أنا مؤران كرايا كل وين لعق درو هاي كوتشر بلوم محمد شيخ أو كمغلا هاي هاي أن عبد القادر سؤالك أنت أنا كجواب نهارته مسألة يركض على ناسها. أيه. أن مسألة أن غيرها زكاة النقل جاء أو زكاة الملك على الله درايو. أيه. خلاف أضجع أئمة الإسلام ككثيرة. أيه. أن وحي رقفك مثلاً ماشى وجوجو هدي وفقرك هلا ماشى صوصينا يا فقرة ديد. أيه. هدي وكوين ماشى وقولو. أو سينا مرك أرتو زكاة درستا مرك أروح أجا ولا جف يعني لكن أي ما قفت أنا واجر رصيد حنا في يدك لا هذا ما قد توقفكو إنه كبح يضطك أن لعك مرك درتيد لعكتي وإن رشين لك جدا هيه رشين أو والله مذا وحي لخبي قيمه رشين كي لخبي ماش ضطك هسلا جب حنا أي جوا رشين هان لوسيا ها قفك زكاة إسكب حنا ماش وجو عن تدو قالبك هيه وأن انطلق جدار لغو بحية سيدا أوفي على غفو كده هيرو بساس وي أي أمو محمد ممغلسة حوال المغلية لكن بردو أرغو العقبة ديرية إلا فاشين مجو غمكا وعائلة إلا هذا العقبة سوى فدرقي تقالا نود ديرية واقو نحا غليد كودا لكن العقبة سوى فدرقي يجي فاشين كو كرتا مهلي كرتا قف تا محوها فاشين كي أصو قضاء الراشين أهان أصيه داد هيلي كرتو ويكفي عن تقول يا شيخ العق إلا ديو راشين كا كفي والله يقوم بعد ما شئيه مسؤوله إيشو غمركا إيهي إنان إرهدو العق تاسي والعق دي فترقا تاسنا وحقاليد كيني مركا وحاد سميني سان راشين كسو إيبسدا ديمي هنا أن أبادو إنتان قولي وبحن كريون كالله بقيبا بقيقويا إن شاء الله شيخ الدو وشاقة دالة وكيلة إيا بر قفكي هداد بريسو كاو قديسو والله وكيلة إيا بر قفكي بهداي طران قفيهين وعشان إلاعتن كيلو هداي كيريهين مركوا وإنتا ساكو حسابين إسا هدي وقياستو أساس لور بريسو كاو بريسو هدو حوغا قليد إيا بسيقين أفر قفو مبارحي أنه أفر قف أفر قف واسكا طران كيلو بريسو واسكا وعادي مركا لا قنطن دولار انف بين غانيها مقلط يا قنطن دولار واقف لانكرتا واقف لانكرتا ها قوت دولاري واح بلن باك سوهر هاي مركا لكن قوتا اني راشين هان وصو قطان اد قلطة لنه سا وحرون ايا قنطن قار راشين هان وقو صو قطة ها وحي قلع ايقو حاليد قود يولوه انا ودبريا لكن وأنت شقكم الهواء لا شكي نوبنا رانيها دلوقتي. وأنت محمد آذية بعض ما سنتها. مركز النية سوق در. هاي. مركز النية ستتذكر إن تجلس إسكندرن عليها. آه إن شاء الله إن شاء الله. قفك كله كحجة يعني وجود بينا. هلاو. السلام عليكم. وعليكم السلام ولا السود ورضا وراكسن. آه. هاي. منوارة يا شيخ وانت راي. أبى برنامج مثل عودة ولا شيء أنا حديث كثير ولا قصة هذه أنا برنامج كذا وإذا قصته خلاص أنا مبارك هاي الرودة وناكسو ولا هاي فترة دي إيه ما شاء الله إن ما أنت أرمها سهل فترة إني ويدير يا عروض تيدي عروض إذا ذي فهم نبات من فترة كبحنا ما كان ضد غرابة أو معنيه واحد ما يلان عودة ما معنيه فترة iska baxay dhahay marka lacag ta kaashka loo soo dirtaan amaguna fikradaan iska sii bixin la faashin baan u miisaynaa inay bartaas sax tahay in kala sheekha ay weydii haye ku jir bal walaal haye magacaaga markii hore hello haye wafaa ha wafaa aan abdu qadir markasta inaan ku baraarujin si qofka ayagu masalada ku cilmiile ay u doortaan waxay rabaan aan dirista lacagtu aan oo naqligi weey muqtimaal kale la geeynaay waa ina markasta ku soo celinno aan waa sheegno qofku meesha uu joogo fuqara laakiin hadda halkan oo kale fuqara badan ma jirto oo maba inta badan qof hadda laba kiilo iyo bar cuntaan ku seenaya u baahan ma jiro dadku dhan lacag way iska haystaan waxa ka qaadanay barajay marka laakiin Soomaaliya hadii loo diro kala dad dibaateysan ay joogan ehelkii iyo qaraabadii ay joogan
فاسو حنو مركا وكو بررجين اني انو اون سيدا اي مركا ضرورة كالفتا لقود بيا ان لعاكتي مركا مركا قف كدره وان او سيئو مدانا مسالكا لو نيادين ومال وان او امر كو بحيا ان راشنكي غالبك اها لوغا دو سكدي لوغا بحيا قفكا انا راشنكي بدنا لقعونا يميش او اسو جوب وان او يرادا كو قطو راشنكا سكدي ديوي iga gudubaha iga qaata marka lacag ahaan dadkii hadii loogu diro la yiraado fitradii u qaata oo lacag ahaan ay isaga qaataan de qofkii bixiye isagu ma wax dhibaato ka soo gaaris haa laakiin isagu qofku wuxuu ku yiri raashinku gata dadkiina raashinki waxa ka doorbidaya inta badan lacagta oo baahiyo badan ba iska jira hadii qofkii lacagtiisi caadi loo qaato isagu wax dhibaato ma ka jeemaanay aan waa kulayta Soomaalidu waxay sameeyaan mad diraan lacagta raashinkaas kaliya wax ku filan haye wax ka badan oo kul goosaartii khair badan ay raaciyaan marka waxaan laga sidii raaji xahad si ay ugu dhaco qofka u gaaro inuu yiraahdo bal intaas raashin ku soo gataa oo siyaasadana wixii uu dhinac xoog badan u maro haye inta kale waa goosaartii haye marka walaal dadu lacag badan ay diraan wax yar ka noqonaa raashinku marka la eego daawadayaal wali waxaanu ku jirnaa barnaamijkii gaarka ah kaga hadlaynay sakaatul fitriga sida loo bixiyo cida ay ku waajibto iyo cida la siinayo waxaana marti noogu ah Sheikh Muhammad Bukhari halaw assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal magacaaga iyo meesha aad joogti walaal maama Soomaaliyeed aan meesha joogana waad mar weyne haye su'aal walaal inaan ku warsado su'aalo daan rabeen aan ku warsado adoo raalle haye raad ciidana waa midna hadalanka oo fikriga oo hadaan islaad aad sheegaysiin aan mid ay tamina waa mid ka baxsan oo ina raali ah sidoo iga rajo waa faan aad jecna inta horta noo hormaraysa kaatul fitriga haye ha maddu tan fikriga waxaan rabay walaa waxaan joognaa meeshan aan joognaa ilaa xaggana wax naga bixiyo ugu jooga waxa tan kale inaan ka hormariyo aan aad u jeclaan lahayn inay ruuxa waajib ku tahay inay ruux kale waajib ku tahay inaan ka hormariyo ma ina ogaatid ruuxa ay waajibka ku tahay iyo ruuxa aysan waajibka ku ahayn miya haye haye waxaan arag walaal waxaan kasoo tagnay oday baan kasoo tagnay haye marka aan xagga joognana ilaa dheer waxaan waa laba ruux oo waxaan eena isqabto ilmana isu dhashaan heen haye markaan imaana wuxuu dhahay waan ku soo furay ka warqab oo intuu dad ehele u yeero wuxuu dhahay maamada waan furay hadii aan ogaato haye marka waxaan dhahay wiil soo hadlay wuxuu dhahay ma waan ku furay ka warqab markaasaan dhahay beenaala tahay ma furi kartid haye ma bisle joognay maxaad ay furayaan been baa sheegaysaan dhahay haye gadaashana wuxuu dhahay wixii waan kasoo noqdo hadde maadaama adi asaay tiraahdee wixii waan kasoo noqday dad markaati oo hadde eheleena wuu u yeelo saddex nin oo markaatina marka hore wuu u yeere haye xaramkana waan ka rajo qabaa ninka ma maxay noqoni kartaa walaal xurankiisi ma igu xiran tahay oo sidaa uu sheega may dhabka tahay mase waa siduu sheega furniinta uu sheegaa dhab noqoni kartaa haye walaal ku jir bal yah sheekaa ku maqlay haye su-aasha waxaan fahmay ninkeediio oo ka maqan ayaa wuxuu yiri waan ku furay hadana uu ka laabtay horta ninku hadduu yiraahdo gabadha waa ku furay ama hala joog ama ka maqnaada furinku waa dhacaya isaga hadalkiisa la qabanaya ka laabashada marka uu ka laabanayo hadii oo wixii hore wixii intii waqtigii loo ogolaa laabashada ay wax uga dhiban yihiin masalan gabadhii oo ciddadii dhamaysan ama dalqadihii wax u dhiman yihiin hadday tahay xaq uu leeyahay inuu ka laabto hadii laakiin wixii uu awal mar hore ku galgashay ama waqtigii la dhaafay ka laabasho ma noqonayso marka waxaan malaynaa su-aasha jawaabteeda intaas way furin waa dhaca laakiin hadduuba isagu sheegtay marka fitriga sakaatul fitrigii oo kale bay ka shakisan tahay hadda iyada hadday iska bixiso ma wax dhiba uga imaanayo oo macnaha isagiiyo waa ku furay iyo wixii inta iska dayda maadaama iyadoo lagu leeyahay oo soontay oo iskana bixin karto hadday iska bixiso iyada horta haddii furin dhacay sakadii iyadaa lagu leeyahay haddaan furin dhicinna asaga lagu yeelanaya marka hadii ay rabto inay dadaasho qofku iyadu waa iska bixi kartaa xoran tahay gabadhu waa iska bixi kartaa iyadu waajib asagay ku ahaa lahad sawjkii laakiin markuusa haysan way iska bixi kartaa inkastoo waajib ku ahayn asagoo haysta iska bixi kartaa hadii ay doonto
marka waa iska bixi kartaa haye waa tahay waxaan u maleynayaa inay inaan uga jawaabnay maamo Soomaaliyeed su-aasheedii waxaan u gudbaynaa dadka kale ee doonaya bal iyaguna inay barnaamijka nagala qayb qaataan inagoo maanta barnaamijka ugu talagalnay dadka sakaatul fitriga inay ka faa'iidaystaan sida loo bixinayo halow 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 magacaaga walaal halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal umulan ibraahim baa la yidhahdaa haye xamiyad joogtaa walaal walaal yar laster baan deganahay wadaadka waxaan rabaa inaan su-aalo laba kalmadood haye walaal mid waxa weeye walaal caruur baan haystaa qaaran ayayow haye waxaan dhalay ninkii ilmaha dhalayna hawada TV-ga iska daa telefoonka nagala soco haye ninkii ilmaha dhalayna Afrik ninkii ilmaha dhalay Afrik ku joogaa kuwa aan dhalay waxaana jeclahay inuu waxaan jeclahay inuu caafimaad qabo uusan waxba qabin salaad fid fitrada caruurta aniga ma igu waajibtaa masaasaha bixin kara waa ko waa kala tagteen soomaaha isaga iyo adiga midda kale walaalow halo anigu waxaan rabaa walaalow maxaan ku yiraahdaa lacagta haddaas fitridii hore aan walaalo TV-ga iska gaabay si aan si fiican isugu maqalno waa ku sugaynaa iska gaabay waxa haye 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 ma gaabisay haa waa gaabshay haye walaal marka ninka baad kala tagteen mar hore miyaa walaalow ninkaanu saddex sano ma waa maqnaa fitrigii hore anaa bixiyey caruurta markuu tagayay waan kala tagno xanaaq buu ku tegay ama dee raalligaygaan ahaa inaan kala tagno marka tii hore anaa bixiyey tanna waa diyaar baan u ahay laakiin maadaama qadka ay ku jirto su-aalaha hadda fikrada lagu bixinayo inaan su-aalo wadaadka waxaan u qaatay adiga waxii siyaadahaya weeye tan labaad walaalow qof salaad fitriga waxaan u dirayaa soomaaliya soomaaliya haddaan u diro awal halka masaajidka aan ku bixin jirnay oo waxaa la dhihi jiray saddex baan iyo bar weeye calaa qof marka sidee baan walaalow dadkii baan hadda rabaa inaan u diro maantaan rabaa inaan diro haddii nafta ilaahay ii daayo marka lacag ma waxaan dhahaa lacagta qaata mase waxaan hadda maqlaya in la yidhaho raashin kusoo beega raashin ku beega oo qaataan dhahaa sheekh hadda wuu ka hadlay haddana wuu kugu celin doonaa waa mahadsantaha walaalay haye midda caruurta oo aabahood maqan yahay horta aabaha ama ha kala tageen ama ha wada joogeen mar hadduu noolyahay isagaa laga rabaa isaga marka wuxuu samayn karaa maamadii fasaxu hooyadii sii kara wuxuu dhihi karaa caruurta ku fasaxa fasaxa ama waxba mahay ama ka foga adu ka bix fasaxa looga baahan yahay inuu isagu siiyo markaas way ka bixi kartaa laakiin isagoon fasaxin iyadu ma ka bixin karto isaga lagu leeyahay markaas inuu fasaxa qasab wey isaga qasab wey inuu fasaxa waa qasab iyada hadday haysato isagu inay sugto miyaas oo iskama bixin karto caruurtii mise mar walba mas-uuliyadiisaga lagula xisaabto marka ugu yaraan waa inuu fasax siiyo yira ilmaha zakada ka bix meeshaas haddaan ku daro masale mar hore inaan sheegna ahayd haddii xaaskaagii oo kale maalan ay soomaaliya jirto kale sidoo kale fasax inaad sidee tiraa ilmihii iyo ka bix adigu meel kastay joogaan ba inuu qofku siiyo fasax taas waa mid aan umalaynaa tii hore su-aasha labaad oo fitriga waxaa tiri waxaan iskaga bixi jiray oo masjidka horta haddayba kuu dhowdah meelaa iskaga bixidid inaad iskaga bixido ayaa fiican meel haddaad bixilaysid hadda waxay tiri waxaan go-aansaday soomaaliya inaan u diro marka ma waxaan leeyahay lacagtii markaan diro badar kusoo gato oo isaga bixiya fitrada mise lacag ahaan sidii markii hore aan masaajidka u geyn jiray oo aan leeyahay lacagtaas ku qaad
العق واتي أنك سو هذا اللي راشين إن لقوا قدو. وناكسي. يا قصب مركز. سيد الراجحة. هي. وقصب راشين كم مركز تين. أنت أبو تلاقي راشين سكتة. هذا راشين كم سو قطة إنتاس. ها. راشين كين و و و و فترة دي لسه. سفعا. أنت قياس تو أنت كسو آدي سكتة. ها. أنا ترى مثلا كونتن كاسة سكة كسو آدي راشين كم قطة. مركب. كلام من هذا. كيد يبر. راشين عن مركب رقيق سن سو ماي. سفعا. واتها. هلاو قفك كلك واحد يا نقول بينا هلاو. السلام عليكم. عليكم السلام. مقعد ولاد. ولاد محمود أمر حالي وجوهرتك النوروي. هاي ولاد برنامج والله سعتها محادثة عشها شيخ هنا دوي جديدة. يا شيخ حاولي لها سكذا برنامج خصاصاً. هاي. أنا جو حنا قصنا نرى وودك أخبرنا جوجو مركز خيري وجدت صومالي هذا الشكل يجلس بيت ما هذا خجل. هاي عدك كور غاد وحير هاي. مسؤوليه اسغا اسكال هوزا كده انه اسك بخيا لا راو والد شقه كمال والد شقه كمال حدي او كبخنا والدك فسحه لو باهي انه اسك مسؤول يراه ما يستوي لا بخيا انه يراه اما حتى دو وحيسن فسح قف كو وكيل كار قف عدي كار وحاس اي كبخيه هي ان كاستو ماش او جوغا دو اسو ما داغ و هوش اول انه اسك بخيا هي مركا لكن فسح انا لغا هلا مركا ايوه تاي قفك كو خيا هلو السلام عليكم. ماذا عليك؟ آمين عليك. آمين حقيت شو بتقول لي؟ يوبي. هاي. وحن رواشي قوي دينا. هاي. اللي ما عاد بشه مسين كرتا فترة. هاي. أودن كديو هذا دواوي نو المله مسين كراني مقدر كران. ما كبحين كرامي يا. ما يأيي فترة ذي إذا مسين كرانكو. هاي أن إلما هو عد شهادة وين هذا؟ ها هذا قبل كوكماله صح مركي قبل أي سكوله هن مركي وحلا من نقدان دتك كلا أو فقرة فقرة هاي اللي بديها ضيف فقريهن وسيكرتها وسحس وسيكرتها فقرة وفقرة وسيكرتها وسيكرتها أنا ببيله مره دقان جارن بيلكو أيضا ماذا حدوي هاي ليس غيرهن مركي سقف كبيل كلا ولا حدوه أبل نقدو وسيكرتها دول على الله هي نقدو وح كلا أي سو مغنينا ما أي سيكرتها كمرة قان جارا يا جاس كا هيا أمر وقت فانتي سو ماها محمد مسين كرمي عم مسين كرتا وكل هذي قان جارا الملوى إنه توينو الملوى المهلا هذا هذي سو حبه ينن وهذي قاعد جان تكو سين كرتا وحنا هيتان أنا جاي ماشي وسجان وسين كرتا شخص سو كبير شيخ هاي سلام هاي ولا لو ما سنت هاي إلى الله بقف وجود باي سياسين تونا وقت جاي قبل قبل نوا هلاو هلو هلو السلام عليكم السلام عليكم مقعد ولال مقعد وعبد الله جراد حقيت شفت ولال ولال لندن مالك سوايا هي ولال شيخ محمد ودينا هاي فترة لي وانك هذا هنا مالت يا ولال المهم سبيو نفس الدجير يتطبيل لو تدجير أعرف أن دلائل ملقيولة يا تفضل تاسع ودينا يا رب قاتي يكره بني مكتش دهايا هادو كتشو أبي المها ضد واحد يستميهين مس ضد فقراء هو وحده يسمعه ولا قرن واحد شق قرن حول بس قرن هو ما يستان مركز دير لبا لو كلا سارة يا هاي قاروي شقيسان سكروا دم اللي يقولي ها شمع ها وهن دقدم روي ها قار شقيستي قارن وحن شقيسانو وحده يسان مرد هدو قان قار عنوكي ها أساقا مسؤولية دي سيقات مركز هدو سكرا دا عديل لقمالة هاي هدو أسو وحيستو أساقا سكرا بحنا يا هدو سو وحيسان يمالين كاسنا وحبو لقمالة بقى يا هدو سو حيسان هذا مركز أنا أبحان أرسل ومتشيرو متشيرت قفك أسأل إنه وحيستا شردية ها مالك أسيابين قفك أنا وحبه يسن إلهي وحبه كمان رب لك من رب وما سن هلو 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 السلام عليكم
وعليكم السلام ولا المرعى غير ماشي أنا جالس وهلس قرار محمد عيوب أهوي الصوماليات هيا سأل بر الشيخ سأل بر الشيخ نوستو هيا ولا لو كل أغلى يا شيخ وهم سؤالي هذا كان يشارك لو عدنا دعوين كل اسكو اسكو موقف وكان لا يعني هيا قرار لا لا أقول قرار يجي وطن كان يوكي وانا كان لا يعني هيا مركا لو نقول أبوه وان كان التقني هيا هذا أنا كنت أقول لك 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 أنا كنت فدرين كورا واقع سبب سنجرة أنا أسكب سنجرة علماء مو سنجرة لا كدر ديس مركع هذا زي ما دانا برنامج كان أركب حامل سنجرة بالعلماء أدو ديس وأنا سبب سنجرة أنا أدنى ورسلين هذا أنا مركع الشك باب إجراء هذا الشيء خمر كان دقيس مركع ولا أنا وأنت أسرع إلا يكل حد زي ما دانا ون إلى كورين وأنت عن ون أنا يستي ودبدا بقول سوي وأنا من حق لا ما رأى ما أرسل سنجرة وهذا وضع كتير أنا مركّن أشوفه. لكن زكدي أسرع الجولي. صح. وحصوهر أي هدي قان جاران. قد مثلاً اللي حيتو ينشر وقرأ قان جار. زكدي قدم بالقمة لأيده على جربة. هدي سوى حسن وحبل القمة. دي أتكب حين يصير حتى. markaas ayada fasax weydiisaneysa inaad si wanaag ah ahsaan ugu bixisid 13 jirka hadda gabdhowada waxa laga yaabaa inay qaan gaaraan calaamado badan oo qaan gaara jira haday sa qaan gaarin zakadeedii abaheeda lagu leeyahay haddii kala zakadeedii ayada laga rabo waa ka dhacay sadays waxa isan haddii kala fasax inaad ka hesho way marka ka bixinaysid marka waa in la fahmaba qofka haduu qaan gaaro uusan waxba haysan maba laga rabo ma laga rabo ilaahay inuu kama rabo ha hadii uu qaan gaar yahay uu haysta laga rabaa سلاس وي والد كان انت اوسن كان قان غارين با مسؤوليته سارن سفيان واد ما سنت اوف كو ودم باي بان بل سينينا برامج كنا واسو غبو غبينينا اي دد بدن اد نو سو وعيان هلو هلو واك حنا قفكاس وانا مغلي واي داوودي البرنامج كي غاركا اها انو كغه هدليناي سكاتو الفطرغا sida loo bixiyo faa'iidada uu leeyahay iyo dadka ay ku waajibto iyo dadka in la siiyo ay tahay iyo guud ahaan 10ka dambe ee bisha Ramadaan fadliga ay leedahay inta aynu ku soo gabagabeynayna waxaan u mahadcelinaynaa barnaamijka aanu ku marti qaadnay Sheikh Maxamed Bukhari oo ka mid ah culimadeena TV-ga Kalsan oo isaguna runtii waqti badan nagala qayb galay barnaamijka ku saabsan Ramadaanka aad baa u mahadsantahay mahadsantahay Cabdulwaadir waatay barnaamijku waxa noo farsameeyay Maxamed Boocame inta aan barnaamijka kuwan oo kala ku kulmi doono meel kasta aad joogtaan sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh